جينا باش نعبروا على غضبنا، باش نقولوا اللي احنا ماناش موافقين باش تصلح صلح من الاول مش من توا. احنا عباد نحبوا ننجحوا، نحبوا نقراوا، نحبوا نوصلوا. علاش هكا؟ علاش ما رفعت ما يصلح من الاول يجينا من الاخر؟ احنا سيء، احنا اصلا مدمرين، مقزقزين باش يكمل علينا هو بالاصلاحات هذيا. احنا قلنا لا لا للسيستم هذاك، احنا نقولوا لا، احنا نطالبوا باش يبدل السيستم تاعنا، ما كانش ديجاج، احنا ما عادش حاجتنا قرات كيما هكا. شفنا توا الاضراب اللي صار، حكي التلامذه كل حكيت حسب اللي شفتوا، التلامذه كل حكيت من البروميير اني حتى التروازيام اني الباك ما تجبدش. عندي مشكله انا في الباك، واللي هي صار تغيير في المنهجيه، منهجيه الجغرافيا ومنهجيه التاريخ. المنهجيه ذي انا بعد ما عديت امتحاناتي وجبت فيهم النوت تاريخ وجغرافيا ثلاثه سوايع عزوز، عديت فيهم وجبت فيهم نوت باهيه. يجي الوزير يعمل تغيير في المنهجيه ويسترنا باش نعاودوا الدوفوار، باش نعاودوا الدوفوار. بعد ما نعاودوا الدوفوار وانا مازال عندي دوفوار فلسفه كوفسيون 4 خاطرني ليتر، ومازال عندي دوفوار عربي كوفسيون 4 خاطرني زاده اونكور باك ليتر. ما يجيش زاده تبدل المنهجيه ونحن بعد ما عندنا الدوفوارات وجبنا فيها مليح تجي تبدل لي المنهجيه، ومنهجيه اصلا نتاع بالحق صب واحفظ. هو عموما بالنسبة للرزنامة عندها أدبياتها، وتم ضبطها بطبيعة الحال بتشريك فاعل بين مختلف الأطراف. بالنسبة للثوابت اللي تم بني عليها الرزنامة، هو أولا بتشريك لأستاذات وأساتذة القسم. الرزنامة هذه لابد من مراعاة على الأقل نقطتين هامين، هما اللي يتعلقوا فسح يعني مجال أوسع للتلميذ للإعداد والمراجعة.